هنبدأ حلقتنا النهاردة بموضوع عن أخطاء التربية وأسئلة سألناها للناس في الشارع وعلى صفحتنا على الفيسبوك. هل في حاجة اسمها أخطاء التربية؟ يعني في حاجة كده أصلاً اسمها أخطاء تربية؟ هل إحنا بنربي أطفالنا بنفس الطريقة اللي تربينا بيها؟ طب إيه هي الحاجة الغلط اللي كانت في تربيتنا وبنحاول قدر المستطاع إن إحنا نتجنبها أو نصححها في تربيتنا لأطفالنا؟ ويا ترى حكاية إن إحنا نكون أصدقاء لأولادنا ده كلام نظري ولا ممكن يكون حقيقي؟ تعالوا نشوف الناس ردت على الأسئلة دي إزاي في تقريرنا من الشارع، وهنرجع لحضراتكم في يحكى أنا. أكيد في أخطاء في التربية، لأن كل منا بيربي زي ما تربى، وحتى لو بيحاول يشوف الطرق الحديثة في التربية، بس برضو في عندنا اللي هي جزء من العادات والتقاليد والموروثات اللي احنا بنعملها حتى من غير ما نقصد مع أولادنا، فأكيد بيكون في أخطاء. طبعا في أخطاء تربية كتير، منها مثلا ان الابهات ما بيبقوش قريبين من ولادهم، بيبقى مشغولين في حياتهم والشغل والحياه العمليه عامه بتبقى واخداهم قوي، ما بيبقوش قريبين من ولادهم، فده بيعمل فجوه، وده بيخليهم عرضه اكتر ان هم يكونوا، يعني اي حد يبقى قريب منهم ممكن يكون يضرهم او غلط، او اللي هم الاصحاب الفاسده وهكذا. اكيد في اخطاء تربيه، احنا كلنا بنمر باخطاء تربيه، احنا برضو في حاجات متربيين عليها غلط، فاحنا برضو مش عندنا الخبره الكافيه ان احنا نعلم اولادنا الصح ايه. الام عليها الاساس في التربيه في البيت، والاب بيساعدها. لو اخطات الام، الاب لازم يعالج الموضوع، ولو اب، لا هما الاثنين مع بعض. لا هم عندهم الجرأة اكتر ان هم يعني في الحوار وكده. لا احنا زمان لا ما كانش فيه جرأة ان انا يعني ارد على والدي او والدتي. صديقة لبنتها بالذات، وانت نزلتي عملتي ايه، انت رحتي فين، انت جبتي ايه، معاقبهاش، لا ده انت عملتي كده غلط، لو قررت الغلط ابقى عاقبها، ما قررتش الغلط يبقى خلاص. لازم يبقى موجود، بس طبعا هيبقى في فجوه بسبب فرق السن، ان في فرق اجيال ما بين ده وما بين ده، فهم لازم يحاولوا يقربوا ويتعلموا الجيل ده ماشي ازاي علشان يقدروا يتكلموا معاه ويفهموا بعض، ده يفهم كل طرف يفهم التاني كويس عشان يعرفوا يتعاملوا مع بعض، حتى الطفل او الولد يتقبل النصيحه من باباه او من مامته. فكره ان فعلا الاب والام يبقوا اصحاب لولادهم دي فكره هايله جدا، ان فعلا الطفل بينشا في بيئه اسره كويسه فيها تفاهم بين الاثنين. معاشي لو في اختلاف بين الزوج والزوجه، لا انا هسمع كلام ماما، لا انا هقول لماما، لا هقول لبابا، فتلاقي في شتات في الاراء. لا لما يكون الاثنين متفقين على حاجه معينه في تربيه اولاد، ويشاركوا مع بعضيهم ويلعبوا مع بعضيهم ويتفسحوا، او حتى لو جو اسري بيلعبوا بلاي ستيشن، بيتفرجوا على التلفزيون مع بعض، اي نشاط بيعملوه مع بعضيهم، رياضه، ده كله بينمي مهارات الطفل. بالنسبه لي انا شايفه كده. ايوه ربيتهم زي ما انا اتربيت بالظبط، زي ما انا اتربيت، ربيت عيالي وبنتي واولادي الاربعه، ربيتهم زي ما انا اتربيت بالظبط. لازم اعرف كل حاجه عن اولادي، لو في اي مشكله معاهم ولا حاجه لازم تحكي مثلا لمامتهم لابوهم بتاع كده يعني. لا طبعا في طبعا اجيال غير الاجيال وكده، بس طبعا هما ثلاث صبيان وربيتهم برضو وخرجوا من الكليات وكده، طبعا بتعلمهم على المبادئ وبتعلمهم على احترام الكبير والمشي مع الشباب التانية دي لا وكده، والحمد لله ربنا كرمني وتربوا حلو، والحمد لله كلهم خريجين واتجوزوا وخلفوا والحمد لله. الطريقه الحديثه دلوقتي غير الاول طبعا، يعني احنا دلوقتي الجيل اللي احنا فيه دلوقتي غير الاول اللي احنا كنا متربيين عليه طبعا. فدلوقتي طبعا هم متعودين على التليفونات والانترنت والحاجات دي وبتاع، زمان احنا ما كانش عندنا الحاجات ديت.